اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لا إله إلا الله. بسم الله. الحمد لله الذي خلق الخلق بلا عناء، وخلق إبليس اختبار لنا وابتلاء، وقال لا تطيعوه، وقال لا تطيعوه فيصيبكم الهم والغلاء والبلاء، فهو ما فعل خير منذ ما فصلت الأرض عن السماء، وهو الذي خدع قابيل فسالت من أخيه الدماء، وهو الذي خدع فرعون فقال يا هامان ابن لي صرحا وارفع البناء. أفنسمع لهذا ونطيعه ونعصي رب الأرض والسماء؟ ارفعوا عن أعينكم الغطاء ووحدوا صاحب العظمة والكبرياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني، لقد بدت عشر الأوائل، أي والله، وبدا السباق، فأين المصلون؟ وأين القانتون؟ وأين المتصدقون؟ بل أين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا؟ أين الذين آمنوا بالقرآن وعملوا بالقرآن وتدبروا القرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمرهم القرآن؟ يدخلون الجنة بسلام، يتنعمون بالثمار على شواطئ الأنهار بإذن من الله العزيز الغفار. هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. والله يا أخوان، إنها ليالي العابدين وقرة عيون القانتين وملتقى الخاشعين. والله المحروم من حرم هذه الأيام. هذه الأيام عند الله خير الأيام، كما أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من الجهاد في سبيل الله، لما قال صلى الله عليه وسلم هذه الأيام أحب إلى الله، يعني ما في أيام أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا الصحابة يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع. نعم، هذه العشر الأوائل أقسم الله تبارك وتعالى فيها وقال والفجر وليال العشر. كل المفسرين بلا استثناء يقولون إنها هي عشر الأوائل من ذي الحجة. وقال المفسرون هل عشر الأواخر من رمضان أفضل أو هذه الأيام؟ قالوا عشر الأواخر من رمضان لياليها خير من ليالي الأوائل من ذي الحجة. ليش؟ لأنه في ليلة القدر، والقرآن أنزل في ليلة القدر، ولكن نهار الأوائل من ذي الحجة هذه الأيام خير من نهار رمضان الأواخر من رمضان. ينبغي على المؤمن أن يستغم هذه الأيام ويعبد ربه تبارك وتعالى كما أمره وأخبره نبيه صلى الله عليه وسلم.